12 ان شاء الله. صمتنا مجعل خلاص ذكرنا ان شاء الله. التحية تأتيكم مجددا متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء إنما كنتم تتابعون هذا النقل وهذا الحدث من هنا من ميدان الهباب لسباق الهجن، حيث نستكمل برنامجنا في صباح هذا اليوم مع انطلاقة الشوط الثاني الذي خصص لفئة الأبكار المهجنات الأصايل المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرقب من أبناء القبائل مع المسافة المقررة من نادي دبي لسباق الهجن هي 5 كيلو. المنوال الصباحي 1400 متر ما تبقى عن خط النهاية وما زلنا نراقب، ما زلنا نراقب الوضع، ما زلنا نراقب الشوط، ما زلنا نراقب هذا الشوط ونقترب نقترب ولكن بدون أوامر، بدون أوامر أبدا أبدا، ما في أوامر ما في أوامر. نبغي واحد شوية يعني يسوي لهم بلبلة، نبغي حد يسوي لهم بلبلة. تعال تعال يا بنوهني علي بن قضية، حرك 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 إلى مشعان إلى بن كريب إلى الرزي، حرك سوي لهم شوية، خلهم يطلعون العصي، خلهم يطلعون العصي من الأبطان. وبدينا نقترب من آخر كيلو متر، بدينا نقترب من آخر كيلو متر، هذا الكيلو المتر الأخير، الكيلو المتر الأخير. والشاهينية على المقدمة، أشوف وراء أتابع ولكن ما تاب ما تاب، أيضا تنتظر الأوامر يا بن كليب. يا سلام يا سلام يا سلام، أنا أقولكم تنتظر الأوامر، أقولكم تنتظر الأوامر، بس تنتظر إشارة الأوامر، هي جاهزة جاهزة 10 على 10. خلاص بدأت تودع، ودعت الشوط. خذ يدين خذ يدين يا مشاهدين، خذوا خذوا، شوفوا شوفوا شوفوا، راقب يلي بتراقب، راقب يلي بتراقب، وشاهد يلي بتشاهد، وناظر يلي بتناظر. الآن غيرت في سيرها مثل الحصان، غيرت في سيرها مثل الحصان، وقام قام بن كليب يعطيها يعطيها أوامر بسيطة، أوامر بسيطة، أوامر بسيطة. أما المركز الثاني فهنا أيضا اشوف ايضا الشاهينيه في المركز الثاني، اسمه شيخ حمدان بن محمد ومشعار بن سعيد بن قدير، ال 400 متر الاخيره، ال 400 متر الاخيره، والخطيره في المقدمه، الخطيره في المقدمه، والاخطر قادمه، الاخطر قادمه، ولكن الخطوره مع ما تاب، والخطوره مع ما تاب، والشاهينيه قادمه، الشاهينيه قادمه، ما تاب والشاهينيه في صراع مستمر، في صراع مستمر، ما تاب الى المقدمه. حركة شوي يا ابو كليب، حركة يا ابو محمد، حركة حركة حركة، هدية عيدية للجماهير. مشكور مشكور مشكور، خلاص 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 يا ابو محمد مشكور. تهانينا والناموس لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تهانينا لسي بن علي بن كليب. المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن محمد، والمركز الثالث ربشة للرزي خليفة بن علي الرزي، الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد، الخامس للشيباني، والسادس لسمو الشيخ حمدان بن محمد. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء.